مرحبا. بين تشرين وتشرين صيف تاني، هيك بيقول المثل. طقس خريفي مستقر ومعتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة خلال النهار ومنخفضة ليلا على الجبال، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 128 درجة. اليوم طقسنا غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وغطيطة على الجبال. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة. على الساحل 27 درجة، على المرتفعات 24، بالبقعة 15 وبالأرز 5 درجات. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. رحبة 27 درجة، المينا 28، 17 بإهدن، 28 بعرسيل، زقم كيل 28 أيضاً، المختارة 25 والنعمة 28 درجة. رطوبة بتتراوح بين 55 و75% حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية لجنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ منشوفه سوا. نهار الثلاثة بتتراوح بين 27 و29 درجة، الأربعة بين 28 و30 درجة، ونهار الخميس بتتراوح بين 28 و31 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع بغداد و37 درجة، دمشق 30، طرابلس 27، الجزائر 24 درجة، روما 17 وباريس 14 درجة. هيدي نهاية نشرة الطقس اليوم، إن شاء الله يكون نهاركم نور.